طيب خلينا نروح لليبيا ونعرف برضو أهم الأخبار عن المنتخب الليبي، ومعانا الإعلامي زين العابدين بركان من ليبيا يكلمنا برضو عن المنتخب الليبي. أستاذ زين، إزاي حضرتك يا فندم؟ وأهلا بيك في قناة الأهلي. أهلا بيك، وأكيد أنا سعيد باللقاء بيك وبكل السادة المشاهدين في قناة الأهلي. اهلا اهلا وسهلا. يعني طبعا سعداء بوجود المنتخب الليبي الحقيقه في بلده الثاني مصر، وهي مباراه ستكون صعبه جدا ما بين المنتخب المصري والمنتخب الليبي، خصوصا ان المنتخب الليبي هو اول المجموعه حتى هذه اللحظه او قبل هذه المباراه. كيف استعد المنتخب الليبي لهذه المباراه، وخصوصا ان هو هيلاعب واحد من افضل الفرق في افريقيا او افضل المنتخبات في افريقيا، المنتخب المصري؟ أكيد طبعا نحن على موعد مع قمة كروية عربية. أنا شايف أن قمة يوم في ملعب برج العرب يعني حتكون بنكهة مختلفة تماما، يعني على مدى التاريخ الطويل اللي بين المنتخبين الليبي والمصري لم يسبق أن التقى المنتخب الليبي مع منتخب مصري بهذه الوضعية، أن يكون المنتخب الليبي هو متصدر المجموعة والمنتخب المصري هو المنافس والملاحق المباشر له. وبالتالي أنا شايف أن مباراة يوم الجمعة من أقوى المباريات على مر تاريخ مباريات المنتخبين اللي انطلقت لأول مرة في عام 1953 في الإسكندرية، وهي تعود من جديد إلى ملعب الإسكندرية إن شاء الله يوم الجمعة المقبل ضمن تصفيات كأس العالم. أيضا أشير إلى أن دائما احنا تعودنا ان دائما في نديه، خاصه في السنوات الاخيره في مواجهات منتخبي ومصر. مباراه الجمعه حتكون ثالث مباراه على في تاريخ المنتخبين بالنسبه لتصفيات كاس العالم، يعني سبقا تبادلنا الفوز بين وبين منتخب مصر في تصفيات كاس العالم في 2006 2-1 كسبت ليبيا وفازت مصر باربعه في القاهره. المباراة هي حتكون مختلفة تماما، المنتخب الليبي بيمر بفترة استقرار فني على مستوى الجهاز الفني بقيادة الاسباني خافيير كليمنتي، وخافيير كليمنتي هو المدرب الجديد القديم للمنتخب الليبي، على اعتبار ان هذا الجيل الحالي هو السيد كليمنتي هو اللي كون هذا الجيل في بداية مجيئه في الفترة الأولى في 2014، استطاع أن يكون هذا الجيل الشاب وتوج به ببطولة الشام في 2014 في جنوب أفريقيا، ثم عاد من جديد ليستلم هذا الجيل، ولكن بعد ان اصبح اغلب لاعبي الحاليين يمتلكون الخبره يمتلكون التجربه، وايضا لدينا حتى مجموعه من اللاعبين المحترفين اللي ينشطوا في ابرز الدوريات واللي بيعول عليهم كثيرا السيد كليمنتي في قياده الفريق في هذه المرحله. المنتخب الليبي بعد ما انهى معسكر انطاليا تحول الى معسكر مغلق في الاسكندريه، اليوم هو اليوم الثاني بالنسبه لمعسكر الاسكندريه المغلق، كل اللاعبين المحترفين التحقوا وتواجدوا بداية من اليوم، الفريق جاهز تماما لمباراة الجمعة، وإن شاء الله نستمتع جميعا يوم الجمعة بمشاهدة قمة كروية كبيرة بين بلدي الجوار تليق بالتاريخ الطويل والحافل اللي يجمع المنتخبين الليبي والمنتخب المصري. هل في أي إصابات في المنتخب الليبي؟ سمعنا أن النهارده في إصابة في المنتخب الليبي، هل ده صحيح ولا هي ما هي إلا مجرد أنباء غير صحيحة؟ لا طبعا، انت عارف ان المنتخب الليبي موجود في معسكر مغلق يعني بعيدا عن وسائل الاعلام، وبالتالي الاخبار قليله جدا، ولكن بعض الاخبار المستربه تؤكد ان الفريق الليبي جاهز مكتمل الصفوف ان شاء الله في لقاء الجمعه. الفريق الليبي زي ما قلت لك يتمتع بروح انتصاريه عاليه بعد ما حصد او تصدر مجموعته بالعلامه الكامله بانتصارين متتاليين، الاول على حساب الجابون في بنغازي، وبعد ما قلب الطاوله على المنتخب الجابوني منتخبنا بعد ما كان خاسر 1-0، ثم تحول الى العاصمه لواندا واستطاع ان يعود بثلاث نقاط غاليه وثمينه على حساب منتخب انغولا اللي كان يقوده المدرب البرتغالي جونزاليس. وعلى فكره مباراه الجمعه حتكون ثاني مواجهه بين السيد كليمنتي ومدرب يمثل المدرسه البرتغاليه، وان كان هذه المره طبعا مدرب خبير بحجم السيد كيروش، هذه ثاني مواجهه على التوالي تجمع كليمنتي بمدرب برتغالي بعد ما استطاع كليمنتي ان يفوز على انغولا بقياده المدرب البرتغالي جونزاليس في الجوله الماضيه. طيب كيف يرى الإعلام الليبي هذه المباراة في ظل الأجواء وفي ظل الأمور اللي حضرتك بتقولها وفي ظل تصدر المجموعة للمنتخب الليبي، وكيف يتابع الشعب الليبي هذه المباراة؟ أكيد هذه المباراة بتحظى باهتمام كبير جدا من سواء كان في ليبيا أو في مصر أو في كل البلدان العربية وكل الناس المهتمة بالكرة الأفريقية وخاصة تصفيات كأس العالم بتتابع هذه المباراة، بتتابع أخبار هذه المباراة باعتبارها تمثل قمة مباريات المجموعة، هي مباراة الانفراد بصدارة المجموعة، وبالتالي اهتمام كبير تحظى به هذه المباراة سواء كان مباراة الجمعة أو مباراة يوم الاثنين في مدينة بنغازي، باعتبار أن هاتين المواجهتين هما
مبارتين مرور من عنق وزجاجة بالنسبة للمنتخب الليبي، يعني إذا فك المنتخب الليبي من الحفاظ على صدارة المجموعة بعد هاتين المباراتين أعتقد أنه حيكون في طريق مفتوح جدا للانفراد بصدارة المجموعة وتأهلاً هذه المجموعة إلى المرحلة الحاسمة والأخيرة. هل عدم حضور جماهيري في المباراة الأولى، أعتقد أن في ليبيا في حضور جماهيري، مظبوط ولا لأ؟ لا ما كانش في مباراة الجابون، كان عدد محدود. أنا بتكلم على مباراة منتخب مصر القادمة. لا طبعا، يعني مثل ما هو مباراه اسكندريه ومجموعه من غير جمهور بالتاكيد، حتى مباراه العوده في بنغازي حتكون من غير جمهور يعني. لا انا قريت بعض الاخبار انه قد من الممكن ان الاتحاد الليبي يوافق على وجود بعض الجماهير في هذه المباراه، اذا قد تكون اخبار خاطئه يعني. لا هو مثل ما حيحصل في مباراه الاسكندريه يوم الجمعه حيطبق تماما في لقاء ملعب بنينه في مدينه بنغازي يوم الاثنين. يعني المباراتين من غير جمهور تماما خلاص. بالتاكيد مش حيكون في جمهور مباراه ملعب لينا، وان كان الحضور حيقتصر على عدد محدود من الاعلاميين وبعض الدعوات الشخصيه للناس المسؤوله يعني. طيب هل هناك اعلاميين او صحفيين ليبيين قادمين عشان يتفرجوا على هذه المباراه في الاسكندريه؟ طبعا اكيد في استبان اعلامي كبير من كافه وسائل الاعلام الليبيه، وحتتابع المباراه باذن الله من اي مكان باذن الله يوم الجمعه بعمر. ان شاء الله. اخيرا عايز اسالك عن طريقه اللعب، طريقه لعب المنتخب الليبي واضحه للجميع ان هو بيلعب على الهجمات المرتده، بيقفل كويس جدا. خافير كليمنتي واحد من افضل المديرين الفنيين اللي اشتغلوا مع ليبيا تحديدا كمان في فترات طويله، ولكن هذه الفتره بيلعب على الدفاع بشكل جيد جدا وبيعتمد على الهجمات المرتده. على الجانب الاخر المنتخب المصري معروف ان هو عنده محمد صلاح، عنده مجموعه جيده جدا من اللاعبين الاخرين، رمضان صبحي، احمد سيد زيزو، مجموعه من اللاعبين. كيف سيتم التواجه من وجهه نظرك في الملعب او في المستطيل الاخضر؟ والله انت شوف كابتن، طبعا انت عارف يعني مباراه الجمعه هي مباراه كتاب مفتوح بالنسبه لكل المدربين، سواء كان السيد كليمنتي او السيد كيروش، على اعتبار ان كل مدرب شاف الفريق في الجولتين الماضيتين. منتخب ليبيا لعب امام الجابون ثم انغولا، منتخب مصر ايضا لعب امام انغولا والجابون وان كانت بقياده السيد كابتن حسام البدري، فاعتقد ان كل الاوراق مكشوفه، كل الامور يعني متاحه امام كل المدربين، كل مدرب عارف كيف يفكر المدرب الاخر، وكل مدرب انت عارف كلمتي صاحب خبره وتجربه كبيره جدا وسبق لها ان تواجد في المونديال مع منتخب بلاد اسبانيا، كذلك السيد كيروش مدرب عنده خبره كبيره وسبق لها ان تواجد في نهائيات المونديال مع اكثر من منتخب، وبالتالي نحن امام قمه كبيره حتى على مستوى المدربين سواء كان بين خبره كليمنتي وخبره كيروش، لكن زي ما قلت لك الاوراق اعتقد المباراه كتاب مفتوح امام كل منتخب، وكل مدرب عارف امكانيات الفريق المنافس نتاعه وعارف نقاط القوه والضعف نتاع الفريق الاخر. عموما انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ زين على هذه المداخله وكل هذه الايضاحات، الاستاذ زين العابدين طبعا اعلامي ليبي، وطبعا اهلا وسهلا بيكم دايما في بلدكم الثاني مصر. زي ما حضراتكم شايفين هناك اهتمام اعلامي كبير جدا بهذه المباراه، ليبيا متصدر هذه المجموعه حتى الان انتظارا لنتيجه مباراه يوم الجمعه القادم، كل بينتظر، كل المصريين اعتقد وكل ليبيا برضه بينتظروا هذه المباراه، يجب ان يكون الجميع خلف منتخب بلاده.